له أي يا حبيبي؟ أنت في وعيك؟ والله أنا مجنون ولا إيه؟ أصل المحل ده أنا عارفاه، ده غالي قوي. وإيه المشكلة؟ أنت تختاري أحلى حاجة في الدنيا وأجيبها لك. طيب يا حبيبتي أنا عايزك تشاوري على أحلى وأغلى حاجة هنا، وملكيش دعوة بالفلوس خالص. بلاش الكلام اللي ده واخده، أنا مستحملش كده. لا امسك نفسك، ده احنا لسه في أول اليوم، اهدى شوية. بقولك إيه، مدام أميرة جاية صاحبة المحل، بلاش كلام حب عشان صاحبة مامي. ها أهلا وسهلا. أهلا لؤي. إزيك يا مدام أميرة؟ نورتوا المحل. ميرسي. سوسو صاحبة أختي شروات اللي كلمتك عنها. أنشانتي مامازال. أهلا. احنا لسه جايلنا احلى خطوط الشتاء من ماري لوي وكوكو شانيل. كوكو مين يا اخوي؟ شانيل شانيل، ما تفضحناش بالاحمر اللي في بقك ده. بقولك ايه يا مدام اميره، انا عايزك تجيبي لها كل حاجه هي تشاور عليها، وعايزك تستغلي، يعني كل ما كانت حاجه غاليه كل ما كان مظبوط الكلام. اوكي تحت امرك يا ماما، زال المحل كله ملكك، اتفضلي تعالي معايا. لؤي بموت فيك. شكلها هتظبط ان شاء الله. الحمد لله على السلامة يا محسن بيه. الله يسلمك. ايوه يا حمد. ايه امتى ده حصل؟ وفي ركاب كتير ماتت؟ يا نهار اسود، كده بيتنا اتخرب، بيتنا اتخرب. واشتريت البلوفر الابيض. ده تحفه حقيقي. بس التليفون مشغول كل ده ليه يا هانم؟ وبعدين موبايلك فين؟ هكلمك بعدين، هكلمك بعدين. متصربة على ايه؟ مالك في ايه؟ كارثة، مصيبة، الباخرة بتاعتنا غرقت وعليها جثة كبير من السياح. ايه اللي بتقوله ده؟ الباخرة بتاعتنا غرقت؟ ومات منهم كتير، واكيد هيجيبوا رجلي في الموضوع. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا محسن؟ احنا لازم نسافر حالا قبل ما يصدروا قرار بمنع سفري. يلا بسرعة، الحاجة جهزي شنطتك انت والاولاد. لا يا محسن لا، ما ينفعش، ما ينفعش نسافر معاك. الولد عنده جامعة والبنت عندها دراسة. بص سافر انت، سافر واحنا هنحصلك في الاجازة. طب يلا بسرعة عشان الحق اول طيارة على لندن. لندن ايه؟ هو مسافر ولا ايه؟ في ايه يا بابا؟ في ايه يا ماما؟ ما تسيبني في حالي يا ابني. ايه يا ماما مالك في ايه؟ في ايه مالكو؟ ما جماعة حد يفهمني في ايه؟ فريدة، أنا عايزكم تخلي بالكم على نفسكم. أنا مش شغال كتير في لندن إن شاء الله. وإن شاء الله الأمور هتتصلح. وهتبقى أحسن من الأول كمان. هتتصلح، بس أنت سايبني من غير سيولة، من غير سيولة يا محسن. فيزا كارت أي حاجة. مع إنك مش هتلحقي، اتفضلي. كمان؟ يا بابا، ممكن تفهمني في إيه؟ يا حبيبي مفيش أي حاجة، الظروف صعبة ومفيش وقت. كل اللي عايزه منك تخلي بالك من ماما وشيروت. هخلي بالي عليهم يعني من غير فلوس؟ انت مش سايبني ولا مليم، شوفي معاك اي حاجه. يا لؤي قلت لك الظروف صعبه دلوقتي، وعلى العموم اول ما هسافر لندن واظبط الامور هناك هبعت لك فلوس. اوكي لسه هستنى لما تبعت لي من لندن يا بابا. لؤي عايز اسافر واحس ان انا سايب راجل في البيت واخد باله من البيت. يا حبيبي سايب راجل وكل حاجه، بس انا طب اصرف على البيت انا ازاي؟ طيب احتجت حاجه اعمل ايه انا؟ ماما هتبقى تفهمك. مع السلامه يا محسن بيه. يا بابا هو في ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ازاي جامعة القاهرة العريقة تخرج بره التصنيف العالمي الافضل 500 جامعة على مستوى العالم؟ طبعا الاجابة واضحة وصريحة زي ما احنا شايفين، لان الدكاترة الكبار بتوعنا الخبرة العظيمة اللي الدولة صرفت عليهم بيبعتوا لنا اي معيد يدينا احنا المحاضرات، وهم بيدرسوا في الجامعات الخاصة. طب احنا هنتعلم امتى؟ ما هو لو بياخدوا مرتبات عدله ما كانوش سابوها. يا سلام، ما هي دي سلبيه.
كنا نسكت على الغلط ده معناه ان البلد دي عمرها ما هتتقدم لقدام. يا جماعة لازم نتكلم يا اخوانا، لازم نصارح نفسنا. الجامعة بقى فيها غرز بيتضرب فيها بانجو علنا واحنا شايفين ده وساكتين. لازم يا جماعة نواجه ده، لازم كلنا نتكلم، لازم صوتنا يبقى عالي. طب وهنعمل ايه يعني؟ نعمل كتير قوي. انا مثلا في برنامج الانتخابي ناوي اخاطب المجلس الاعلى للتعليم ونفتح كل الملفات الشائكة ونجيب حقوقنا اللي ضايعة. ومش بس زمايلنا اللي مرشحين نفسهم في الاتحاد، احنا كمان لازم نتكلم، لازم كلنا نبقى ايد واحدة عشان نعرف ناخد حقوقنا. الانتخابات مش رحلات، هتيجي معانا في تكعيبة ولا نطير احنا؟ لا انا هوزع بس برنامج الانتخابي وهحصلكم. طب اوكي متخريش سام، كل سنة في نفس الحوارات وبرضه مفيش نتيجة. يا بنتي هي سام كده طول الوقت بتعارض بتعارض، انت عارفة لو ما لقيتش حد تعارض ممكن تعارض نفسها. خليني انا عارفة سام. تكلمي جد؟ اه والله. يلا بينا قصاد حمامة الجامعة وقصاد كل الناس اللي موجودين هنا. والنعمة مجنون برضو مشيت اللي في دماغك وجيت. اذن ما انا فيوز قلبي هيضرب. طب اخلع بقى قبل ما طلبة يجي وتبقى قافل. انا مخنوق قوي يا زينة، طلبة مش عايز يقف جنبي. ما انت اللي خايف، ما كان مديك بضاعة ومروقك. انا حاسة بقى كده ان انت خدت البضاعة وزعتها على البنات بتوع الجامعة، صح ولا لا؟ انا عارفة عينك زيخ كده يا زينة، وكتاب الله انا اكدب على الدنيا دي كلها واجي عندك انتي ما قلتش غير الحقيقه. يعني مفيش واحده كده ولا كده من بنات الجامعه شغلت قلبك؟ هما البنات اللي هناك احلى مني دلوقتي. عيب عليك يا زينه، ده انت احلى واحده في عيوني. يا عسل العسل حبيبي يا طلع. زينه ايه اللي بيحصل في غياب يا زينه؟ ده الواد طلعت الكهرباء. ما انا عارف انه زفت طلعت الكهربائي. ايه اللي طلعوه هنا؟ انت يا ايه اللي خلاك طلعت السلم ده برجليك؟ مش انا بحذرك 100 مره؟ مش قايل لك ما تطلعش هنا؟ ولا عايزني اكسر لك دماغك؟ ما تنطق واكتب اللي انا اقول الحقيقه. جيت اغسل الفيشه ضربت، فبعت البت نوسه تجيب لي حد كهربائي، فبعتت لي طلعت. وبعدين ايه اللي حصل يا اخويا؟ ما احنا واقفين قدامك على السلم وانت شايفني يعني مضيفاه جوه في الانتريه. بس يا بنت اخرصي خلاص، يلا غور من هنا، اشوف شوشك هنا تاني، سامع؟ يلا يا حبيبي يلا، وانت خش جوه، خش قدامي. ماشي، بكره تعرف ان محدش بيحبك قدي ومحدش معجب بيك قدي. السلام عليكم. عليكم السلام. في ايه يا خالد؟ انت شايل طابون ستك كده ليه؟ ابويا وتحكيمه يا ستي. حلف على امي طلاق ثلاثة اني لو ما عودتش ومشيت معاه في المدعوجة الانتخابات دي هيقطع عني الشهرية. وايه المشكلة يعني؟ ما انت اكيد مدكن لك قرشين هنا ولا هنا. وبعدين يا اخي انت تعب نفسك ليه؟ ما تقول له عندي محاضرات، عندي مذاكرة، مشغول كده يعني. اما مذاكرتين عمري فتحت كتاب؟ وبعدين ايه مادة التكاليف الخرفانة دي؟ حسابات وتعدي، انا اصلا بكره التجارة، ما اعرفش دخلت الكلية دي ليه؟ غريبة قوي، انت ازاي تدخل حاجة مش حاببها؟ اللي حصل يا ستي اتدبست. يعني انت بتفكر تعتذر السنه دي؟ عليها النعمه ما يحصل، لو طلبت اني اسيب له الانتخابات وعاود. انا السنه دي حاسس اني ممكن انجح، مش متاكد بس عندي احساس بنسبه 30%. ايه يا ابني انت شخصيه انهزاميه بالشكل ده ليه؟ اتفضل روح لابوك وارجع بسرعه عشان تقف جنبي في الانتخابات. انتخابات ايه؟ انت داخله مجلس الشعب. يا حبيبي انا مقدمه نفسي هنا امين لجنه ثقافيه في الكليه، وان شاء الله اكون امين اتحاد الجامعه كلها. يعني انا اسيب انتخابات ارجع لجنه انتخابات؟ ايه الحوسه دي؟ حبيبي المشاركة في الانتخابات دي واجب وطني. واجب وطني؟ ده انا ابويا حزب وطني. يا حبيبي في فرق كبير، لازم يكون لك رأي في اختيار اللي بيمثلوك. بيمثلوا ايه اللي دخل الممثلين في الانتخابات؟ تفتكر؟ خش. ايوه يا ابوي وحشني يا ابوي. ابو لؤي يا جامد ليك وحشة، هحكي لك ازاي رفعت علم مصر في دبي، بس قول لي الأول مالك؟ ضارب لي فيس من ساعة ما شفته. انت يا ابني ما بتقراش جرايد، ما تعرفش ايه اللي حصل لنا. عرفت؟ وانت بإيدك ايه تعمله يا ابو لؤي؟ في حاجة كتير قوي هتتغير يا شعلان، بس يلا مش مهم، خلينا في الأهم، محضر لك سهرة النهاردة إنما كده. هو ده الكلام!
انا عايز اسهر من الليله دي يا مان. اي هاف نو تايم تو لوس يا مان. قول لي بقى مين اللي هيسهر معانا الليله دي؟ هتسهر معاك يا سيدي واحده اسمها زوزو. زوزو حلوه زوزو دي؟ عيب عليك. ايوه بقى ايوه بقى. وانت؟ انا يا سيدي معايا سوسو. سوسو يا سيدي؟ سوسو من زوزو مش فارقه كتير. لا أنا. سوسو تفرق كتير قوي يا عمي. مش مشكله المهم نسهر. هتسهر يا سيدي؟ ايوه بقى ايوه بقى. هو في ايه؟ ها؟ هو في ايه؟ والله مش عارف اشعلان بيه. هتشلني ان شاء الله. هي دي اللي فهمتها؟ طب هات الشنط وتعالى ورايا حصلنا. ها؟ تعالى يا عم. سيجي جدا انك والله مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش اي حاجه. انت برضه زي ابني اللي انا كنت بترجاه من الدنيا. وبعدين يا سيدي انا ما كنتش المحامي بتاع والدك وبس. لا ده احنا اهل. ميرسي يا ابني. اسيبكم بقى توضبوا حاجتكم وان شاء الله اجي لكم بكره الصبح عشان اطمن عليكم. ميرسي قوي يا فؤاد. ميرسي. على ايه؟ انا ما عملتش غير الواجب. شكرا. بعد اذنكم. مع السلامه. بجد انا مش قادره كده كتير. اهدي يا شربت علشان خاطري. اهدى ازاي بس يا مامي؟ وبعدين قوليلي هنعيش هنا ازاي؟ ازاي هنعيش هنا وهتكوني قويه؟ مش كفايه عليا اللي انا فيه؟ انا مش هستحمل اشوفكم بتتدمروا قدامي. تعالي يا لؤي انا عايزاك. تعالي يا ماما. اقعد. بص يا لؤي، انت دلوقتي يا ابني راجل البيت. عارف ايه يعني راجل البيت؟ يعني لازم تشيل المسؤوليه معايا. تاكل يا ماما. اوكي يا ماما. الو. ايوه مال. ايوه يا شعلان. ايوه يا حبيبي. لا عدى عليا بقى انت النهارده، ما انت فاهم. طيب ماشي النهارده بالليل. ماما انا هنزل اجيب لكم حاجات. طيب ماشي يا شعلان. يلا سلام.
تنتخبوا مين؟ الحداد. وحبيبكم مين؟ الحداد. 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 الحداد حبيب الكل. الحداد حبيب الكل. زمته بيضة وزي الفل. زمته بيضة وزي الفل. الحداد حبيب الكل. الحداد حبيب الكل. زمته بيضة وزي الفل. زمته بيضة وزي الفل. منير القاضي فين؟ الحاج مجاهد زين. 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 تنتخبوا مين؟ الحداد. وحبيبكم مين؟ الحداد. شاكرين يا رجال. كله تمام وجاهزين زي ما اتفقنا. اكيد منير القاضي ليه عيون عندينا. طبعا بس لازم يعرف ان احنا واعرين واعرين قوي كمان. كل قرايبنا وحبايبنا موجودين؟ كلهم موجودين الا واحد. مين؟ خالد ولدك. شيعت له زمان القطر وصل. كيف ولدي ما يبقيش في ظهري؟ بالروح بالدم نفديك يا حداد. 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 شكرين يا رجال. شكرين شكرين. انا مش هقول لكم هعمل واسوي، لا، انتوا عارفين انا مين. وعايز اطمنكم، انا لفيت الدائرة بلد بلد ونرجع نرجع. اطمنوا خالص، بعون الله هبقى في المجلس، ولما ابقى في المجلس كنكوا في المجلس. محطة الماية هتكمل، ومش بس كده، لا، المدرسة الاعدادي والكبر الجديد. وعايز اقول لكم على حاجة، ما تسمعوش الكلام اللي بيتقال، انتوا عارفين مين اللي بيقولوا. تصوروا بيقولوا ايه؟ بيقولوا اننا بشتري اصوات وبدفع رشاوي. الحداد كبير كبير ولا رشاوي ولا تزوير. 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 صحيح يا رجالة، أنا بدفع، بس بدفع في الخير. الحداد كبير كبير لما يرش يرش الخير. الحداد كبير كبير لما يرش يرش الخير. وإن شاء الله لما أنجح وأبقى في المجلس نتقابل ونحتفل مع بعضينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالروح بالدم نفديك يا حداد. بالروح بالدم نفديك يا حداد. ايه 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 لو ابوه سأل علي كله جاي وراه. حاضر يا خالد بيه. سلام سلام. هات هاي يا خالد. كم كان؟ برضه عرض جوام يا صاحبي. احسن احنا مظبوطين قوي. والنكسب من كام؟ من ستة. العب يا بغرة. شوف الله هات هاي. مبروك يا فتحين. الله يبارك فيك يا خال. ها تلعب ماتش تاني؟ لا كفى عليكم كده. روح الحق وقطر الساعة 6 وانتوا شايلين الستة. ايوه هيعيطوا هيعيطوا هيموت هيقلد الكتكوت. بقول لك يا فتحي شكل كده زين زين. ما بينش انك كنت بلعب كورة زي الفل.
تلاقي فريق كفر العزايم مروحين في القطر مهمومين. طبعا ده احنا مثلنا بيهم فيلم الارض. تعرف يا ده احنا كسبنا ليه؟ ليه يا عمتو؟ عشان كنا يد واحده قلبنا على قلب بعض. مش المهم مين فينا اللي يجيب الجون، المهم اننا نكسب. شوف يا اخي، شوف انا وانت اصحاب من قد ايه؟ ده احنا اصحاب من اولى ابتدائي يا راجل، لكن ابوك ابوي اعوذ بالله يتمنوا الموت لبعضيهم. كله من الانتخابات اللي داخلين فيها قدام بعض وفيها ايه؟ ما واحد يتنزل للتاني وخلاص. اذا كان كده يبقى ابوك يتنزل لابوي. واه، وابوك ما يتنزلش ليه؟ لا، ابوك احسن من ابويا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا همشي عشان لو جيهم ما لقانيش هيطين عيشة اللي خلفوني. ماشي يا صاحبي. سلام. سلام يا صاحبي. خالد وما جاب سيدي العارف وحشتك يا ابوي. تعال هنا. ازيك يا ابوي؟ بقى تسيب ابوك في المؤتمر اللي عامله عشان الناس ينتخبوه وتروح تلعب كوره مع العيال اللي زيك اول ما تعود من السفر؟ مين انا؟ ايه انت؟ اوعى تنكر، يعني بعرف دبه النمله في البلد دي. طبعا ما انت كبيرها يا ابوي. اسمع يا خالد، دي اخر مره تسيبنا وتروح تقعد مع اصحابك. أمرك يا أبوي. ومن الليلة دي أنت معايا في كل مكان لحد آخر يوم في الانتخابات. عايز أحس إنك في كتفي، إنك دراع اليمين. إيه أمال؟ عايز أحس إن أنا خلفت راجل مش عيل صغير؟ أمرك يا أبوي. وفتحي والد منير القاضي، لا تشوفه ولا تحدثه تاني، مفهوم؟ لا 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 لا، يا قلبي المجروح. مالك يا عم ماجد؟ ايه الشعر اللي انت كاتبه ده؟ وبعدين مطالب القطع على نفسك ليه ومربي لي دقنك كده وعايشت في جو كآبه؟ يا ابني مالك؟ بقى واحدة تعمل معاك كده؟ مش هي واحدة، لا بتاعتي أنا، كانت كل حاجة ليا، كانت حياتي يا أخي. حبيب قلبي يا ابني، اخرج بقى من برنامج حياتي ده، بلاش بقى تعامل لي فيها حاسس بخنقه وحاسس لي بضيقه وضيق تنفس ومغص وحموض. ايه يا ابني الشغل ده؟ ما تقوم ننزل. ننزل نعمل ايه بس؟ واحد ليه نفس يا عم؟ قوم ننزل نخرج من الجو المؤلم ده. تبير بس انا هشر عايش غير دي. لا لا لا، طب ما انا كمان. طب ده انا اللي جايلك في الموضوع ده اصلا. اوبا، وماله؟ ماشي، هاخد بقى سجارتين عشان ايه؟ طلع بس. انا رايي بقى يا عم ماجد، اكتب اكتب على قد ما تقدر. حزين، شرايينك بقى يا معلم. حبيب، صباح الفل يا عمو.
قول لي يا خال، مش ناوي تحول لجامعة أسيوط السنة دي؟ لا. وأبوك مش هخليك تحول؟ أنا فهمت إنه عشان أحول لازم أن أنجح، وأنا بسقط هديلي سنتين. واه، وما يعرفش الحكاية دي؟ هيعرف منين هو فضيلة؟ كفاية عليه الانتخابات والمرة الطافح اللي هو فيه. وأنت إيه اللي جابرك على كل ده؟ ما تحول لجامعة أسيوط. يا ولد أبوي، ده إحنا مع بعض من وإحنا صغيرين. ده حتى الثانوية العامة، نجحنا مع بعض وسقطنا مع بعض. يا ده أنا حابب مصر، عايز أعيش في مصر. يا سلام على بنات مصر، ونسوين مصر. يا ده أنا كاتب في الرغبات تجارة قرار انتساب، وما كتبتش تجارة أسيوط انتظام. ما تيجي أنت تعيش معاي. لا، أنا قاعد هنا وراي أرض أبوي. مش ده عمي؟ هو. بعد جون قبل لو شفنا مع بعضينا. لسه مشرف سعادتك. شير يا ماما. تعال هنا، تعال تعال، افتح بقك افتح بقك افتح بقك. ايه الريحه دي؟ انت شارب حاجه؟ انا شارب دو. تعال هنا يا عديم الاحساس يا قليل الربايه. مش كفايه اللي احنا فيه، كمان جاي سكران وبتتطوح. مين قال يا ماما ان انا بتطوح؟ حضرتك اللي مش واقفه مظبوط يا ابني. مش حاسس، مش حاسس باللي احنا فيه؟ مش حاسس؟ ما بتفكرش غير في نفسك وبس. طب ما انت كمان يا ماما مش بتفكري غير في نفسك وبس. يبقى خلاص، واحد واحد متعادلين. بابي كمان مش بيفكر غير في نفسه وبس. يبقى واحد 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 برضه متعادلين. قصدك ايه؟ تعالى 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 تعالى. قصدك ايه؟ ها؟ قصدي يا ماما ان انا فاهمك كويس وعارف انت ناوي على ايه. انت عايزه تخلعي بابي بس بالطريقة. أنا سمعتك وأنت بتكلمي طنط حشمت وقلت لها كده في التليفون، صح؟ كمان بتتجسس عليا. شوف يا مامي، أنا فاهمك كويس يا مامي. بابي خلاص ما بقاش معاه فلوس، واللي معهوش فلوس ما يلزموش. اخرس يا قليل الأدب، غور من وشي، غور من وشي السعادي، غور. منور يا ابوي. راجع تتسحب في نص الليل. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت مع اصحابي يا ابوي. مع اصحابك؟ انا اقطع خبرك انت وهم. انا مش قلت لك ترجع قبل العشاء؟ صح ولا لا؟ صح يا ابوي. لما هو صح. راجع متاخر ليه؟ سامح المراد يا ابوي. اسامحك كيف؟ اسامحك كيف؟ وبكره الاعاده بيني وبين منير القاضي. يا خالد يا ولدي، انا عايزك تبقى في كتفي لحد ما اوصل للبرلمان وابقى النايب الجديد. عايز احس ان انا وراي راجل. وراك راجل يا ابوي. حاضر، من النجمة اكون في كتفك وان شاء الله تدخل البرلمان يا سيادة النائب. ايوه حلوة سيادة النائب. حلوة يا ابوي. مجاهد الحداد في البرلمان يا رجاله. مجاهد في البرلمان، مجاهد في البرلمان، مجاهد في البرلمان، مجاهد في البرلمان. سمعوا هدول الغش والتشوير. فتحي يلا رجاله. مجاهد في البرلمان، مجاهد في البرلمان، مجاهد في البرلمان، مجاهد في البرلمان. Thank you.
مبروك يا ابوي. وبارك فيك. ما تجيبش حطب معايا. ايه؟ حطب؟ لا يا خال، انا خلاص كبرت على الكلام ده. انت وعدتني انك لما تنجح في الانتخابات تقوم تحطب معايا. وعد الست النائب دين عليك. يا راجل قوم، ده ليله في العمر ما تعوضش تاني ابدا. قوم يا راجل قوم. ماشي ماشي قومه. يلا يلا خالد ورينا يا ست النايب ورينا.